نعم أحبتي الكرام، أنا وأنتم الآن في أولى نعم باقات فعالياتنا من بعد قراءة آية من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة للشهداء السعداء. نستمع الآن إلى كلمة الفوج الخامس، اللواء ميسان، لواء 305، يتفضل بإلقائها الحاج نزار المالكي أمير الفوج، فليتفضل محفوفا بعاليات الصلاة على محمد وآل محمد. الأخوة الحضور مع حفظ المقامات الموقرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام بنت خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، وهي مهجة وثمرة وفؤاد وروحة التي بين جنبيه وبضعته، وهي زوجة أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحامل اللواء وهازم الأحزاب والأعداء، وهي أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. هذه المرأة التي أعطاها الله تعالى العلم والحلم والفصاعة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وجعلها مشكاة ومصباحا يضيء القلوب ويسطع نوره في النفوس ويشع ضياءه في الأرواح، كانت خير معين للرسالة والإمامة، وكانت أم أبيها والمدافع عن بعلها وإمامها وبنيها، وبذلك رسمت خطاً مستقيماً ومنهجاً قويماً لكل إنساني رسالي. ونحن أبناء السيد محمد الصد رضوان الله تعالى عليه، الذي نصر أمة الزهراء بالعلم والعمل، ونحن تربية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله تعالى ونصره، الذي نصرها بالإصلاح ومكافحة الفساد. وإنا ننهل من معينها ونشرب من عينها ونقف أثرها في نصرة الدين ونشر الفضيلة واليقين، فعلى جميع الناس الاقتداء بها رجالا ونساء وكبارا وصغارا، وعليهم نصرة الحق ومشروع الإصلاح الإلهي، وعليهم الوقوف بوجه الظلم ومواجهة الفساد ودحر الباطل. وما ذكرناه غيظ من فيض وقطرة من بحر منها، فسلاما عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. قبل الختام أقدم شكري وتقديري إلى جميع الحضور الكرام ولمن لبى دعوتنا هذه. لختام أقدم شكري بكل مودة واحترام وإلى كل من ساهم بهذا المهرجان الكريم، وخصوصاً مؤسسة مالك الأشتر، سائلين المولى القدير أن يحقق مطالبهم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.